في إطار إطلاق عملية تشجير على مستوى الولايات الصحراوية، وتدخل في إطار كذلك مليون شجرة التي برمجناها على مستوى وزارة منتدى البيئة الصحراوية بانطلاقة من ولاية أضرار اليوم إن شاء الله. نحن اليوم في مقر ولاية أضرار لإعطاء إشارة الانطلاق لهذه العملية، وكذلك عملية تزويد مناطق الظل ب40 لوحة شمسية مزودة بالسخان المائي موجهة للمدارس الابتدائية وكذلك موجهة للعيادات.